بس عليكم بخير. اليوم فيديو جديد. اليوم غنعملو جولة في بلاصة كاتالونيا هنايا في برشلونة. غنعملو واحد جولة خفيفة. جيت من بلاصة فين كاينين الحمام، كاينين لاس بالوماس هنايا. هاد البلاصة معروفة بالحمام، هانتوما غادي تشوفوهم معايا. أنا غادي نعملكم هاد البلاصة كاتالونيا على جوج ولا ثلاثة ديال الأجزاء ديال الباتيز. هنايا معروفة هاد البلاصة بالحمام، بلاصة سميتها بلاصة كاتالونيا. هنايا كاينة الرملة كتهبط حتى لماري ماغنوم. نشارك معكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا هاد الحمام تبارك الله. كيجيو الناس من هنايا كيتصوروا معاهم، كيعطيوهم ياكلوا وهما مولفين بالناس. هانتوما كتشوفوهم يعطيوهم الماكله، كيطلعوا لكم فوق يدكم وكل شيء. المهم حبايبي، كنتمنى من الله يكون يعجبكم الفيديو ديال اليوم. يلا مع السلامه، نتلاقاو في الفيديو الثاني ديال بلاصه كاتالونيا ان شاء الله. مع السلامه.